ولنقاش ملف الانتهاكات المرتكبة من قبل ميليشيا الحوثي ضد الأطفال في اليمن، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الناشط الحقوقي اليمني توفيق حميدي. أهلا بكم سيدي. سيد توفيق، هل تسمعني؟ سيد توفيق حميدي، يبدو أننا فقدنا الاتصال معه. نذهب إلى فصل قصير ونعود لمحاولة الاتصال به مجددا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في استوديو رافدين، نواصل الحديث عن انتهاكات ميليشيا الحوثي ضد فئة الأطفال في اليمن، وينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الناشط الحقوقي اليمني توفيق حميدي. أهلا بكم سيدي. سيد توفيق، يبدو نعم أنا نعم. أهلا تسمعوني. سيد توفيق، أبدأ معك من تقرير الحقوقي الذي تحدث عن توثيق أكثر من 60,000 حالة انتهاك ضد الأطفال في السنوات الخمس الماضية. كيف يمكن تقييم واقع الطفل في اليمن بعد انقلاب ميليشيا الحوثي؟ في حقيقة الأمر نحن لا نكون مجازفين إذا قلنا بأن اليوم الأطفال في اليمن هم الوقود الحقيقي لهذه المعركة، وهم الضحية العظام التي تضررت بصورة كبيرة بسبب الحرب الدائرة منذ خمس سنوات، والتي تسببت في اشتعالها بدرجة أساسية جماعة الحوثي بانقلابها على الحكومة الشرعية وعلى مفرقات الحوار وإسقاط العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر عام 2014. اليوم هنالك انتهاكات بالجملة، إضافة إلى أن جماعة الحوثي سيطرت على أهم المؤسسات التي تعنى بالشباب والأطفال بدرجة أساسية، وهي وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة، ولذلك تفتح كثير من المخيمات والمعسكرات خاصة الصيفية، وتزق بكثير من الأطفال والشباب بوقود للمعركة. نحن في المعركة الأخيرة الدائرة على تخوم محافظة مأرب، وثقنا قصص مروعة لأطفال وقعوا أسرى في يد الجيش الحكومي. البعض لم يتجاوز 12 عاما، أضف إلى ذلك الاعتقالات التعسفية التي طالت أكثر من 15,000 من أرباب الأسر، أجبرت كثير من أطفالهم إلى النزول إلى الشوارع، إضافة إلى توقف رواتب الموظفين والسوق السوداء التي أنشأتها نعم. جماعة الحوثي. سنتحدث عن هذه الأسباب، لكن قبل ذلك وباعتباركم أشرتم لأرقام ضخمة وخطيرة أيضا، ما هدف ميليشيا الحوثي من استخدام فئة الأطفال في الحرب؟ طبعا جماعة الحوثي هي ركزت على الأطفال لأمرين اثنين. الأمر الأول من أجل رفض الجبهات بعناصر جديدة، لأن جماعة الحوثي تعتمد في هجومها على استراتيجية القتال على الهجوم المكثف، أنساق تلو أنساق. الأمر الثاني أن تستغل طيش الشباب وقلة خبرتهم، ومن أجل زراعة أيديولوجية معينة قائمة على الفكر الشيعي. لذلك كثير من الأطفال الذين يتم أسرهم في المعركة تجد معهم إما رموز أو طلاسم أو مفاتيح الجنة إلى غير ذلك. وهؤلاء بسبب قلة خبرتهم في الحياة، إضافة إلى ظروفهم. لكن هو طفل، يعني ليس لديه خبرة في الحياة، لديه أبوين مسؤولين عنه. إلى أي مدى أثرت الظروف الاقتصادية على إقحام الأطفال وتجنيدهم في هذه الحرب؟ طبعا الظروف الاقتصادية أحد الأسباب الرئيسية، لكن هنالك أيضا أمر أن كثير من الآباء لا يعلمون إلى أين يذهب أبنائهم. البعض
يتفاجأ بأن ابنه قد أتى إليه في تابوت أو أتى إليه مجرد صورة في صورة نعي. كثير من الأطفال يتم إغرائهم بأنهم سيذهبون إلى دورات تدريبية أو إلى معسكرات صيفية، ثم بعد ذلك أو أنهم سيتم عسكرتهم ويعني منع يعني توكيلهم بخدمات داخل المدن مثل الحراسة الليلية وعلى المنشآت، ثم يتفاجئون بأنهم أصبحوا داخل أو في وسط المعركة دون علمهم. ولذلك في اليمن قصص مؤلمة، إضافة إلى أن هنالك عملية إجبار قهري على مشايخ القبائل وأصحاب النفوذ بضرورة رفض الجبهات وتجبر جماعة الحوثي على كل شيخ قبيلة أو منطقة أن يوفر عدد معين من المقاتلين، فتتم العملية بهذه الطريقة بمقابل مكاسب مالية للمشايخ وأصحاب النفوذ. كيف يمكن تقييم موقف المجتمع الدولي من هذه الانتهاكات المرتكبة بحقوق الأطفال في اليمن؟ طبعا المجتمع الدولي خاصة المنظمات وغيرها أصدرت مجموعة من التقارير، ومكتب المبعوث يعني الأمين العام للأمم المتحدة أصدر لائحة سوداء بمنتهكي حقوق الإنسان في اليمن، وجماعة الحوثي على رأس هذه القائمة المنتهكة. لكن تظل هذه القائمة في الإطار الأخلاقي ليس إلا إلى حد اليوم، لا توجد أي اليوم لا يوجد أي عقوبات حقيقية، لا توجد أسماء واضحة إلى حد الآن. نحن نتمنى أن التقرير الأخير الذي صدر من لجنة الخبراء والذي بالفعل يحتوي على قائمة سرية لم يفصح عنها، نتمنى إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية وكشف أسماء منتهكي حقوق الإنسان أو حقوق الطفل بدرجة أساسية في اليمن، خاصة الانتهاكات المتعلقة بتجنيد الأطفال. باعتقادي يمكن أن نتحدث أن العدالة في اليمن بدأت تأخذ مسارها الحقيقي. باعتقادي اليوم أن الأرضية القانونية والحقوقية في اليمن شبه مكتملة، هنالك تقارير من مجلس الأمن من قبل فرق التحقيق التابعة له، وهذا التقرير الثالث اللي تتابع لمجلس حقوق الإنسان. باعتقادي الأمور أصبحت واضحة، اليوم ينتظر اليمنيون الذهاب في مسار المساءلة الجنائية الحقيقية. شكرا جزيلا لك الناشط الحقوقي اليمني توفيق حميدي، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا.